أهلا ومرحبا بكم في صحافتنا، هذه جولة لأبرز الصحف المحلية والعربية والعالمية، وكالمعتاد نبدأ من صحيفة الصباح حيث نطالع ونقرأ في عناوينها. تعداد السكان ضرورة وطنية ملحة، وتفعيل مذكرة مكافحة الفساد بين العراق وفرنسا، وخبراء قرارات المحكمة الاتحادية لا تسقط بتعديل قانونها، وشركتان مصرية وفرنسية لتصنيع قمر صناعي عراقي، وأخيرا نقاط تؤخر استئناف تصدير النفط عبر جيهان. وإلى تفصيلات الأخبار نطالع ونقرأ ما نشرتها الصحيفة الإلكترونية في عنوان تعداد السكان ضرورة وطنية ملحة، حيث يعد التعدد السكاني أو التعداد السكاني من الأمور الضرورية التي تتيح الحصول على قاعدة بيانات حقيقية وليست تخمينية لتفاصيل التركيبة السكانية للدولة. ويرى مراقبون وخبراء أن تعداد السكان في العراق بات ضرورة وطنية ملحة، إلا أن الآراء تختلف بين مؤيد ومعارض بشأن إيراد فقرة الدين أو القومية أو المذهب ضمن البيانات. وقال رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل للصباح أن الدولة المدنية المعاصرة الحديثة لا تتبنى التقسيمات الطائفية المذهبية والدينية والقومية في مجتمعها، وذلك لسبب بسيط هو أن الدولة مدنية. رئيس الجمهورية يوجه دعوة إلى خبير خزف عالمي لزيارة العراق، حيث وجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أمس الأربعاء دعوة إلى خبير الخزف العالمي الفنان القبرصي فالنتينوس خالالبوس لزيارة العراق. وأوضح بيان رئاسي، وكما دعا رئيس الجمهورية الفنان فالنتينوس إلى زيارة العراق مرة أخرى وعرض أعماله واللقاء بزملائه وطلبته في بغداد التي كان قد عمل فيها بقسم الخزف في كلية الفنون الجميلة على مدى 3 عقود منذ العام 1957 ولغاية 1985. العمل تطلق الاستمارة الإلكترونية للضمان الاجتماعي قريباً، حيث تطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الأيام القليلة المقبلة استمارة التقديم على الضمان الاجتماعي، مبينة أن القانون يتضمن العديد من المميزات التي تصب في خدمة الكسبة من القطاع الخاص. وأوضح مدير إعلام الوزارة نجم العقابي للصباح أنه تم قبل أيام قليلة الإعلان عن تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، وبعد زيارة رئيس الوزراء لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكد على أهمية القانون وتفعيله سريعا، مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة سيتم إطلاق الاستمارة الخاصة بالتقديم للضمان الاجتماعي، وبإمكان أي مواطن التقديم عبر هاتفه تزامنا مع التحول إلى الدفع الإلكتروني وتبسيط الدفع للضمان الاجتماعي. وفي أخيرة الصباح جاء الكرد والتركمان يحتفلون بضاد العرب، حيث شكك رئيس المجمع العلمي الشاعر دكتور محمد حسين الياسين بدقة مصطلح العرب أمة الضاد، قائلا إنما الضاء فكثير من متعلمي العربية يلفظون الضاد، إنما الضاء هي العصية على غير العرب بل ومعظم العرب، فالمصريون مثلا يلفظون زايا. جاء ذلك خلال ترأس دكتور الياسين ندوة يوم الضاد التي نظمها البيت الثقافي للكرد التابع لدائرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة صباح أمس أول على قاعة نادي الإخاء التركماني تحت شعار لغتي هويتي ثقافتي بإشراف الدكتور علاء أبو الحسن العلاق. وأكد الدكتور الياسين كما ورد في مقدمة معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي أن العرب هم الناطقون بالضاء وليس الضاد.
والآن إلى صفحة يارا، واخترنا لكم مقالا بعنوان مشاركون ومقاطعون للكاتب دكتور عبد الخالق حسن بصوت الزميلة بشرى حسين، فلنتابع. مشاركون ومقاطعون، مقال بقلم الدكتور عبد الخالق حسن. حثيثا تسير الأيام لتعلن عن موعد انتخابات مجالس المحافظات بعد غياب طويل عن العمل. المفوضية أعلنت الجمعة 15 من كانون الأول ليكون بداية الصمت الانتخابي، وهو ما يعني أن الوقت الذي لدى القوى السياسية من أجل تحشيد الجماهير وعقد التجمعات الانتخابية هو وقت شحيح، أو أنه استنزف كل طاقته. أهمية الانتخابات الحالية تأتي من أنها كما قلنا بعد انقطاع وغياب للتمثيل المحلي للقوى السياسية التي كانت تدير شؤون المحافظات من خلال المحافظين فقط. فضلاً عن ذلك، فإن هذه الانتخابات هي الانتخابات الأكثر انقساماً بين جبهات مختلفة داخل العملية السياسية وخارجها. فالجبهة الداعية للمشاركة في العملية الانتخابية هي الأكثر عدداً ونفيراً، بحكم أن أغلب القوى السياسية المشاركة تحت عنوان ائتلاف إدارة الدولة، والتي شكلت من خلال هذا الائتلاف الحكومة الحالية. هذه القوى مصرة ومصممة على أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد لضمان استمرار الهدوء السياسي وعدم تعرض الحكومة إلى هزات سياسية قد تجعلها تنشغل عن الجانب التنفيذي. في ختام المقال، أما المقاطعون فإنهم أيضا جبهة متنوعة بين مجموعات رفض ومقاطعة شاملة يتصدرها التيار الصدري، ويراهن هذا الفريق على قلة نسبة المشاركين في الانتخابات من أجل الطعن بشرعيتها. لكن مهما كانت نسبة المقاطعة أو المشاركة، فإن تراجع عدد المشاركين لن يجعل من الانتخابات ونتائجها فاقدة للشرعية القانونية والدستورية، بل إن هذا الطعن أو التشكيك هو مجرد مناكفات سياسية اعتدنا عليها من بدء العملية السياسية. والمهم في كل هذا أن تظل المناكفات والخلافات في الإطار المكفول دستورياً ومن دون الانزلاق نحو أعمال تضر بأمن البلد وسمعة الرافضين للانتخابات. وجاء في صحيفة الزمان: السوداني يواجه القطاعات الأمنية بدخول حالة الإنذار القصوى ولا حظر للتجوال، حيث وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أمس الأربعاء بإيقاف الإجازات ودخول القطاعات الأمنية الإنذار جيم من أجل تأمين انتخابات مجالس المحافظات. وبحسب رسالة سرية فورية لرئاسة أركان الجيش، فإن العمل بتوجيه السوداني يبدأ منذ الساعة 6 من صباح يوم غد الجمعة ولغاية 10 من مساء الأربعاء المقبل. وتضمن القرار أيضا التحاق جميع المجازين بوحداتهم فورا، ويكون القادة والآمرين على رأس وحداتهم. من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني منع سير عجلات الحمل ذات الحمولة أكثر من 5 أطنان والدراجات النارية بدءا من يوم الاثنين. الصحة: بدء نظام الدفع الإلكتروني في المستشفيات العام المقبل، حيث حددت وزارة الصحة موعد عمل العيادات الشعبية والمستشفيات بنظام الدفع الإلكتروني العام المقبل. وقال بيان تلقته الزمان أمس أن تفعيل نظام الدفع الإلكتروني في العيادات والمستشفيات كافة سيكون في بداية العام المقبل. وأكد الوزير صالح الحسناوي أن الحكومة داعمة للصحة، مشيرا إلى توفيرها التسهيلات والاستثناءات للنهوض بالقطاع. وقال في تصريح أن بيئة العمل تواجه التحديات والعمل مستور لوضع الحلول لها، مبينا أن الوزارة تواصل العمل على مشروع توطين الصناعات الدوائية ودعم المنتج المحلي. وأضاف أن المرافق الصحية الحكومية تستقبل نحو 80 مليون مواطن سنويا. كما جاء في أخيرة الزمان: محال النجف تتزين بمستلزمات أعياد الميلاد،
منذ مطلع الشهر، وواجهت المحال وواجهات المحال عفوا في معظم دول العالم ومنها العراق تتزين بمستلزمات أعياد الميلاد كإشجار الكريسماس ودمى بابا نويل في وداع عام واستقبال آخر. ومن شوارع محافظة النجف الأشرف كانت هذه الصور، حيث مستلزمات أعياد الميلاد تزين واجهات المحال التجارية. وإلى صحيفة الزوراء، حيث السوداني يؤكد ضرورة تضمين نظام التصريحة الإلكترونية أتمتة واسعة في المنافذ الحدودية. وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني ضرورة تضمين نظام التصريحات الإلكترونية أتمتة واسعة في المنافذ الحدودية، فيما وجه بالإسراع في تكامل الربط الشبكي بين الدوائر. دعا الشركات التركية للدخول إلى الساحة الاستثمارية العراقية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته الزوراء أن رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني ترأس اجتماعا خاصا بلجنة الربط الشبكي للمنافذ الحدودية بحضور عدد من المستشارين، مبينا أن رئيس الوزراء استمع خلال الاجتماع إلى عرض شامل لمشروع الربط الشبكي للمنافذ والنظام المصمم لإدارته وما يوفره من قاعدة بيانات موحدة ومركزية، إضافة إلى إمكانيات الترابط مع السيطرات من أجل التعزيز الأمني ومتابعة شاحنات الترانزيت. وفد العراق ينسحب من مؤتمر في أمريكا أثناء إلقاء ممثل الكيان الصهيوني كلمته. انسحب الوفد العراقي المشارك في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في مدينة أتلانتا الأمريكية أثناء إلقاء ممثل الكيان الصهيوني كلمته في المؤتمر. وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقته الزوراء أن رئيسها القاضي حيدر حنون ممثل العراق في الاتفاقية انسحب من قاعة المؤتمر أثناء إلقاء ممثل الكيان الصهيوني كلمته، مشيرة لأن ذلك جاء حسب توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني. وتابعت أن خطوة الوفد العراقي هذه تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقه والمذابح التي يقترفها بحق النساء والأطفال في غزة. وجاء في آخرة الزوراء، طفل مصري ينتقل من الابتدائية إلى الجامعة بقرار حكومي. في حدث نادر وافقت الحكومة المصرية على إلحاق تلميذ في المرحلة الابتدائية للدراسة بكلية العلوم في جامعة دمياط المصرية مباشرة من دون حاجته للمرور بالمراحل التعليمية المختلفة. وكشف بيان أصدره مجلس الوزراء المصري أن القرار يأتي بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الرعاية الكاملة للتلميذ عقب دراسة الالتماس المقدم من والدي الطفل لكونه أحد المتفوقين وتحفيزا لذوي المهارات والقدرات الخاصة. وقد وافق مجلس الوزراء على إلحاق التلميذ يحيى عبد الناصر محمد المقيد بالصف السادس الابتدائي في مدرسة اللغات الرسمية بدمياط للدراسات بكلية العلوم نظرا لبلوغه العلمي.
ومن الصحف المحلية ننتقل إلى الصحف العربية، حيث جاء في الراي خارجيات: سكان غزة يواجهون أحلك فصل في تاريخهم منذ 1948، حيث أعلنت إسرائيل أكبر خسائر بشرية في أكثر من شهر في وقت تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة مع ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين وإغراق مئات الآلاف من الفلسطينيين في وضع إنساني يائس. يواجه أحلك فصل في تاريخهم منذ العام 1948، ومع قتال عنيف يدور في شمال القطاع وجنوبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 10 من جنوده سقطوا الثلاثاء، من بينهم كولونيال في لواء جولاني، وكان كولونيال قاد كتيبة جولاني، ليرتفع عدد قتلاه إلى 115 منذ بدء الهجوم البري في 27 من أكتوبر. وذكرت إذاعة الجيش أن أغلب القتلى سقطوا في حي الشجاعية شرق غزة، حيث دخلت وحدة مشاة تطارد مسلحين من حماس بناية وفقدت الاتصال بالقاعدة. ولدى إسرائيل وحدة أخرى لدعمها تم تفجير قنابل وفتح مسلحون النار عليها. إلى صحيفة الإهرام، حيث متظاهرون يغلقون طريقا سريعا في لوس أنجلوس تنديدا بالعدوان على غزة. أغلق متظاهرون طريقا سريعا في لوس أنجلوس تنديدا بالعدوان على غزة والمطالبة بوقف الحرب. وجلس المتظاهرون على الأرض جنب بعضهم البعض في عرض الطريق السريع، فأوقفوا حركة المرور مما تسبب باختناق مروري امتد لكيلومترات في مدينة تعاني أصلا من الازدحامات المرورية في الأوقات العادية. ونظمت هذا التحرك الاحتجاجي حركة تطلق على اسمها أو على نفسها اسم أفنات ناو، وتقول إنها مجموعة من اليهود الأمريكيين الساعين لإنهاء الدعم الأمريكي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي. أما الصحف العالمية فقد جاء في BBC: طبيب في غزة يحذر من عدم إمكانية منع انتشار الأمراض، حيث تواصل الأمراض انتشارها في جميع قطاع غزة وخاصة في أماكن النزوح المكتظة. الدكتور مروان الهمس مدير مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار في مدينة رفح جنوبي البلاد، الذي يضم 63 سريرا ويعتني ب 145 مريضا بعضهم يرقد على أرض المستشفى، أكد أن الوضع الطبي في جميع أنحاء غزة وخاصة في رفح كارثي، وأن المستشفيات تستقبل المرضى الذي يعانون من الإسهال الشديد والتعب وارتفاع درجة الحرارة. هناك أيضا معدلات عالية من الالتهابات البكتيرية والأمراض الجلدية، ومن الصعب العثور على دواء لعلاج مثل هذه الحالات، ويشكل التسمم الغذائي مصدر قلق آخر، ويرتبط بنقص مياه الشرب العذبة وانتشار المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي حول مخيمات النازحين. ويضيف الهمس: يلجأ الناس إلى تناول الخبز القديم، يغسلونه ويجففونه أمام النار أو فوق المدفأة ثم يأكلونه في أوضاع صعبة. والآن مشاهدينا نذهب وإياكم لنشاهد كاريكاتير من الصباح الرسمية، فلنتابع سويا. مشاهدينا، هذا ما كان في صحافتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، دمتم في أمان الله، وهذه عودة إلى
آن وزينب لاستكمال أو لختام البرنامج. لكم عودة زميلاتي، وشكرا لكما على هذه المتعة من الفقرات المتنوعة والمعلومات المفيدة والمحور المهم. شكرا لكما. شكرا.